تتقطع لأسامة جلال، إبراهيم عادل، أكرم توفيق، ثلاث أربع تمريرات، كريم العراقي، فنت حلو من كريم، يلعب الكرة العالية يا ولد عند مصطفى محمد اللي من لمسة واحدة يلعبها للي جاي من ورا لقدام إبراهيم عادل، لكن التمريرة من إبراهيم مرة تانية ناحية شمال أحمد فتوح، ممكن يلعبها لمصطفى محمد، مصطفى محمد، مصطفى محمد، ورأسية، هل فيها أوفسايد ولا جول؟ هل فيها اوفسايد ولا جول؟ جول مصطفى محمد من اول هجمه مرتده منظمه، من اول هجمه مرتده منظمه، الكابتن محمد عادل بيشير بهدف، مصطفى محمد يطلع من الدور الثاني، نجمنا، نجم جلطة سراي، يسجل هدف اول لصالح منتخبنا من اول هجمه منظمه من ناحيه شمال. طلع احمد فتوح، ابراهيم عادل حاول يعمل التمريره في الاولى لرمضان صبحي تتقطع، ترجع له مره ثانيه، يظبط الثانيه لاحمد فتوح اللي على طول بيروح ويلعب الكره العرضيه. ادي ابراهيم عادل الكره الاولى من رمضان صبحي تترد له، ترجع تاني لاحمد فتوح يلعب الكره العرضيه، عشان كده تساءلت هل فيها اوفسايد ولا لا، لكن مصطفى محمد يسجل هدف اول لصالح منتخبنا. حلوه منه، من ابراهيم عادل ومن رمضان صبحي، الكره ال1 2 كانت هتتقطع، رمضان صبحي عمل التاكلينج يردها مره ثانيه لابراهيم عادل، ال1 3 ما بين رمضان وابراهيم عادل واحمد فتوح المميز جدا بالعرضيات نجم نادي الزمالك احمد فتوح، يلعبها لمصطفى محمد بالمقاس ويطير عليها يخلصها برأسية، ورأسية مصطفى محمد عارفة طريقها للشبكة، هدف أول لمنتخبنا. الأولمبي من ناحية الشمال توصل الكرة عند ليل فوستر، ليل يعدي من واحد، عايز يعدي من الثاني ويغير اللعب ناحية اليمين، لكن يا ولد يا ولد أحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم، تمركز أكتر من رائع لقلب الدفاع المنتخب الأولمبي. حلو، محمد عبد المنعم يتحرك جوه الدايرة لأحمد عبد القادر، يا ولد مرة تانية أحمد أبو الفتوح، أبو الفتوح يا سلام على البينية، أبو الفتوح يا سلام على البينية لمصطفى محمد بسن الجزمة، جول مصطفى محمد، سر الأهداف، سر الأهداف مصطفى محمد، يسجل مصطفى محمد، أحمد أبو الفتوح يصنع ومصطفى محمد يسجل، ومنتخب مصر هدفين مقابل لا شيء. حلوة الكورة، حلوة الكورة، اتنقلنا الكورة أكتر من مرة، توصل التمريرة لأحمد أبو الفتوح اللي فيه يعني وثيقة تفاهم ما بينه وما بين مصطفى محمد، يلعب له عرضية يسجل، يلعب له بينية يروح مصطفى محمد ويسجل، وادي الثنائية المصرية، ثنائية مصطفى محمد، مصطفى محمد، الجمهور يقول لك ازاي مصطفى محمد ما يشاركش في الاولمبياد، ازاي مصطفى محمد ما يشاركش في الاولمبياد، الاحتراف ليه مزايا كتير وليه عيوب ايضا. ادي احمد ابو الفتوح، يا ولد على البينية ابو الفتوح، يا ولد يا ولد يا ولد على البينية، انما مصطفى محمد حلوة بسن الجزمة والكورة على طول تمر بجوار الحارس موندلي موبوتو، يبقى هدف تاني لصالح منتخبنا الاولمبي، 2-0.